طبعا اولا برحب بحضرتك وبرحب بالجريده المحترمه اللي دايما معانا فعلا في الشارع السيناوي. يمكن النهارده زي ما حضرتك شايف والناس كلها شايفه الروح الجميله اللي بدات فعلا تقريبا اكتر من شهر مبادره العريس جميله. عايز اوصل رساله هنا بصوت شباب سينا، الناس كلها فعلا ايد في ايد. حضرتك شايف النساء، العنصر النسائي متواجد، الشباب، الخبره، العريش باذن الله هترجع تاني لانقى جو على مستوى العالم، او تاني انقى جو على مستوى العالم كان من قريب من كام سنه باذن الله ان شاء الله. بشكر من خلالك برضو فخامه الرئيس القائد الاعلى للقوات المسلحه، وبشكر قواتنا المسلحه اللي دايما معانا في كل حاجه. وبالمناسبه برضو كل سنه وشرطتنا الجميله بخير، ودايما ان شاء الله كلنا مع مؤسسه الدوله بتاعتنا. يمكن زي ما حضرتك اخر رساله عايز اوصلها، ان فعلا العريش اتفرجوا عليها الفتره اللي جايه باذن الله هتكون احسن واجمل مدن العالم. صباح الخير من العريش. طبعا احنا شايفين كل ابناء مدينه العريش في مبادره العريش جميله. هو انا كنت من 2016 كتبت طلب عن سياده المحافظ، انا عايزاكم يعني الكلام اللي انا بقوله هو كلام اللي انه هو قبل كده قال لي لما الدنيا تهدى هنبدا نشتغل. احنا طبعا كلنا هنقف واقفه ابناء شمال سينا مدينه العريش في نظافه المدينه. لسه في منظومه ان شاء الله هننفذها، هم دلوقتي بينظفوا الشوارع العامه، لسه حضراتكم الشوارع الداخليه ان شاء الله ليها منظومه هتحصل باذن الله، وان شاء الله هنشوف عريش جميله وحديثه. بس طبعا احنا محتاجين التعاون، كل سيدات المنظومه تبقى مع السيدات. كان بدات مع الرجال، رجال الاعمال كانوا بصراحه قايمين بدورهم حلو جدا، والدور الجاي ان شاء الله على سيدات وسكان مدينه العريش في الشوارع الداخليه. احنا هنخفي خالص تراكم القمامات في منظومه، بارجوكم هي هتبقى منظومه محكومه جدا باذن الله، عشان يجي صيف وتبقى في سياحه داخليه وسياحه خارجيه، وهنشوف شرم الشيخ التاني. اسمي طارق سعيد السيد محمد الزيات، الشهير بطارق المصري، من ابناء القاهره اللي مقيمين هنا في العريش من سنه 93، يعني ما يقرب من 30 سنه. بهنيكم وبهني نفسي وبهني شمال سينا ان احنا النهارده في انتصارات 23 زي ما وعدنا الرئيس، وقال في 2020 ودينا من فضل الله على ارضها واقفين. وبالمناسبه اسمي طارق سعيد السيد، مدرس تربيه موسيقيه في شمال سينا من 20 سنه، وبنقول لك النهارده يا ريس من فضل الله هم دول يا مصر، ولادك يا مصر، ولاد النيل، ولادك يا مصر اللي عملوا المستحيل وجابوا النصر. وبنقول كلنا واحد يا سيسي، ويشرفنا يا رئيس، وعدتنا في 2020 ودينا على ارضها واقفين. ما هو ربنا قال يا مسلمين ان الله مع الصابرين، اللي مات واسمه المنسي عايش شهيد ما يتنسيش، واللي ساب لاحمد وعليا ام مصر واب جيش، واللي بنقول نسيوا تاريخنا يا سادات ابدا، ما خدوش درس من اللي فات، ما يعرفوش ان الراجل المصري بيعمل ايه وقت الازمات. وروا العالم وقولوا للعالم ان اولاد مصر ضد الوقعه وضد الكسر، ولو وقعنا بنقوم ونجري عشان دقنا طعم النصر. واشكركم واشكر شمال سينا بما فيها من مغتربين، ولاد وادي، صعايده، فلاحين، عمال، احنا اولاد مصر ولينا الشرف ان واقفين على ارضها دلوقتي.